النهارده كان في يعني ضربات موجعه، اهمها طبعا الليفر اللي بتستمر معاناته. ليفر في سنه من او في مش في سنه ده في 4 سنوات متتاليه كان واحد من كبار اوروبا مش من كبار انجلترا. انا بكلمكم على فريق وصل للنهائي دوري الابطال في 3 مواسم متتاليه، او يعني في 3 مواسم من اصل 4 مواسم. خسر 2 قدام ريال مدريد وكسب 1 قدام توتنهام. احنا بنتكلم على فريق كبير على مستوى وفريق بينافس دايما على لقب البريمير ليج، وفي سنه من السنوات الاربعه دول حقق لقب البريمير ليج، والسنه الاخيره كان بينافس لحد اللحظه الاخيره على اللقبين، لقب الشامبيونز ليج ولقب البريمير ليج. ليفربول يترنح في الدقائق اللي سبقت يعني ظهوري او مقابلتي لحضراتكم على الهواء، كانت نهايه مباراه ليفربول وبرايتون بنتيجه تعادل 3-3، وهي طبعا نتيجه بتصعب جدا من مهمه ليفربول، ومش هبالغ لو قلت انها بتزيد من جراح يورجن كلوب ومحمد صلاح الحقيقه اللي شيئا فشيئا بتبتعد فرصهم في المنافسه عن البريمير ليج. الموسم لسه طويل، الموسم لسه طويل، الموسم لسه ممتد، وكل شيء ممكن في الكوره، طبعا كل شيء ممكن، لكن البدايات السنه دي صعبه صعبه صعبه, صعبة، وبتطلع ليفر بشكل كبير جدا عن او خارج الحسابات. النهارده كمان الحقيقه يمكن فوق في صداره الجدول كان عندنا مباراه، يعني مباراه ممكن تكون الاهم بحكم الترتيب، ترتيب الاثنين القريبين جدا من المنافسه على لقب بريمير ليج السنه دي. الارسنال المتالق والمتوهج السنه دي مع تحت قياده ارتيتا، وبشوف انه الارسنال واحد من افضل الفرق اللي استغلت الميركاتو. اسماء مش من العيار الثقيل، لكن كلها ليها بصمه ومثلت اضافه، وده الرهان. في ناس وفي كتير من الجمهور، مش بس الادارات، في كتير من الجمهور بيراهن على الصفقه او نجاح الصفقه ارتباطا بالاسم، اسم اللاعب، انت جايب لاعب اسمه ايه ودافع فيه كام كمان. يعني في اوقات كتير جدا والرد على الكلام ده نبص على صفقتين من العيار الثقيل. الصفقه الاقل من ناحيه الارقام ايرلينج هالاند 75-80 مليون يورو. الصفقه الاكبر داروين نونيز من بنفيكا لليفربول، اعتقد تخطت ال 95 مليون يورو، وممكن تكون وصلت ل 100 مليون يورو. اثر الصفقه دي واثر الصفقه دي عامل ازاي؟ نروح لمدرسه الارسنال اللي ما بيراهنش طول عمره على النجوم اللي من عيار الثقيل، لكن الحقيقه كل الصفقات بما فيهم صفقه خيسوس طبعا وزينشينكو اللي مش فاهم ازاي الحقيقه السيتي يعني فرط فيهم، اعتقد عاملين فرق كبير جدا. النهارده قدر يتغلب على توتنهام بنتيجه 3-1 ويبعد شويه في صداره الدوري الانجليزي الممتاز.